صباح النور، اهلا وسهلا. معلش يا دكتور، انا ابني كشفت عليه سنة، ايوه قال لي ان هو عنده كهرباء، بس رحت مستشفى بالريف، ايوه هو عنده كم سنة يا فندم؟ الدكتورة اللي هناك قالت لي ما عندوش كهرباء، وهو مفيش حاجة، ده مصر كالسيوم في جيب، 3 سنين يا دكتور. 3 سنين. عنده 3 سنين ايوه بس. فأنا دلوقتي محتارة وماشية على تيرتان تراب. وهما حضرتك بتقولي لي في ابو ريش قالوا لحضرتك لا مفيش كهرباء زياده؟ بستوضح بس. هو يا دكتور، اتفضلي يا فندم، انا سامعه حضرتك. هو انا لما رحت مستشفى بالريف في مصر ايوه قالوا لي ان هو ما عندوش كهرباء، تمام. لكن يعني قالوا لي خدت العلاج منه لغايه ما جينا اخر الشهر ده، وانا مش عارفه اوديه تاني ولا اكشف ولا اعمل ايه. هو بيجي له بيعاني الاعراض عباره عن ايه يا فندم؟ انت شايفاه هو بيعاني من ايه يا يا هو ماشي؟ لما بيجي يبكي شفافه بتزرب ايوه وبيتخشب كده معايا ويترمي وما يحسش بنفسه. هجاوب حضرتك. حاضر هجاوب حضرتك. بس ومعايا يا دكتورة يعني لما يجي يجري أو ايوه يلعب إيديه تسجع ويغمى عليه، يعني كده ما يحسش بنفسه. بيغمى عليه لما بيعيط بس ولا بيغمى عليه حتى من غير عياط؟ لا، لما بيبكي بس. لما بيبكي بس بيزرق ويغمى عليه، وشفافه تزرق ووشه وايديه شفايفه تسجع. تزرق ويغمى عليه، بس عمرها ما حصلت من غير عياط لا طيب، خالص. وحضرتك متابعاه يعني؟ انا متابعه، انا كنت متابعه عند الدكتور بتاع جنى، ايوه بس بعدين لما يعني وضعته وكده ما قدرتش اروح تاني. له اخوات يا فندم؟ ليه بنت 10 شهور. وبخير الحمد لله، ما عندهمش اي مشاكل لا، مشابهة؟ هي برضه البنت فيها نفس الشعور بتاع اخوها، وفي اي بس حد برضه لما تبكي. في اي حد في العائلة كان عنده اي مشكلة مشابهة؟ معرفش. طيب طيب هجاوب معلش يا عيلة ماري، الكل. انا بس اسالك سؤال يا حبيبتي. محمد بيقول لي لما بيتفرج على التلفزيون ابن حضرتك بيبقى قريب قوي 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 من التلفزيون، في وشه على طول. وشه على طول، والموبايل على طول معاه في ايده. 3 سنين. لا، هو الفول فين في يعني لما 3 سنين صغير يا عايزين. 3 سنين صغير. طيب عامة انت اديتي كده المعلومات للدكتور وان شاء الله تجاوب عليكي. حاضر، هجاوبك. شكرا شكرا ليكي، لكل. شكرا حاضر. ليكي، اتفضلي يا دكتور. في الحالات اللي زي كده طالما احنا لسه يعني مفيش تشخيص اكيد، أو اول حاجه ما ينفعش ندي ادويه للتشنجات زي الدواء اللي هي بتاخده من غير ما يكون عندنا دليل قاطع ان في كهرباء عاليه. الاطفال اللي في السن ده بنحتاج نعمل لهم رسم مخ طويل المدى، حتى مش رسم مخ عادي. يعني اما هي راحت عملت في ابو ريش وقالوا لها لازم ما عندوش تعمل كهرباء. لا، لازم تعمل رسم مخ طويل المدى. يبقى معلش، محتاجه تعمل رسم مخ طويل اسمعي المدى. بقى يا ماري، انه لازم تعمل رسم وطالما مخ. بيجي لها برضو، وطالما الولد بيتعرض للتلفزيون، يبقى لازم تتاكد ان رسم المخ المكان اللي هتعمل فيه رسم المخ طويل المدى يكون فيه نور متقطع. يبقى نقطتين يا ماري المتقطع كده، رسم مخ طويل المدى احفظيهم بقى علشان لما تطلبي. ويفضل بدون منوم. ويفضل بدون منوم، مهم جدا. ولازم يبقى فيه نور متقطع. ثلاث بناء حاجات. بقى على التشخيص ايه اللي هيبان، لان دلوقتي يعني دلوقتي بقى فيه اجهزه جديده وحديثه هي اللي بتشخص يعني وضع زي وضعها في القصر العيني، موجوده الاجهزه دي.